على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها. وفي شعوب باتت أكثر وعياً ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع. والأمل أيضاً في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به وتسعى بالفعل وفقاً لقدراتها وإمكانياتها. وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار. ولقد وضعنا في مصر نصب أعيننا أهدافاً طموحة عبرنا عنها في استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ونعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف. واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء. ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه.